يبا انت ربيتنا على العز والكرامه، شلون تبيني ارجع المكان صاحبه طردني منه؟ وبعدين هذا يزات اني انا خايفه عليه. يا بنيتي الانسان العاقل يوازن الامور ويفوت الخطا الغير مقصود. طارق تعهد لي ما يتكرر اللي صار، والمسامح كريم. خلاص اعطوني يومين افكر وان شاء الله خير. يا يما تعوذي من ابليس وخلينا نكلمه. يما ارجوك خلينا احل الموضوع بطريقتي الخاصه. خلاص يوم صقر، خلي البنت على راحتها. يعني ما حاولوا يعرفون شنو اللي بالأظرف؟ لا، تمينا نراقبهم لين زبايننا استلموهم منهم، حتى ما حاولوا يلمسونهم. تمام، بس لازم تراقبونهم مدة أطول عشان نتأكد. الحريم عندهم بلاغة شف. أنا خايف يسألوني. عادي، قول لهم المفروض ما تسألون، هذه اختبارات الشغل. ماشي.